منذ 5 أيام وهي خارج الأقمار الصناعية. أوشن جاز تحمل العلم الأمريكي منذ خروجها من بورسعيد المصرية يوم 17 يناير على الساعة 5:55، وبعد 8 ساعات أقفلت موقعها عبر الأقمار وأصبحت خارج التحديد الراداري، وهي تنقل من قاعدة روتا أسلحة ثقيلة. وكانت في روتا في 5 يناير من الساعة 11:09 إلى 5:05 عشيا قبل أن تقلع نحو الجزيرة الخضراء وتضع جزءا من حمولتها وباتجاه بورسعيد المصرية. وهذه الضربة ضد الشحن العسكري الأمريكي استهدفت هذه السفينة لأنها سفينة شحن أمريكية، وأمريكا تشارك في هذا العدوان بل تقوده ضد اليمن. ومعلوم أن العمليات البريطانية الأمريكية ضد اليمن وضد الصواريخ التي تنطلق منها لا تزال متواصلة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. القصف الذي جرى كان في خليج عدن، وكان لنقل سلاح أمريكي لأن السفينة هي سفينة شحن أمريكية، ورغم أنها تحمل العلم الأمريكي فحاولت أن تخرج عن نطاق الأقمار الصناعية وتقفل جميع الأجهزة قبل المرور الذي انتهى مباشرة إلى القصف. وهذا القصف كان في بيان اليمنيين كلمة أساسية جدا: صواريخ. إذا لم يكن الأمر يتعلق بصاروخ، هذا تطور أول. تطور الثاني: صواريخ مناسبة. الأمر لا يتعلق بباليستية من عدمها. إذا عندما نقول هذه الصواريخ المناسبة فهي نفس ما نرى عليه الحال مثلا مع حزب الله في نفس الاستخدام، هو يستخدم لبركان ويستخدم الصواريخ المناسبة، المقصود كورنات المعدل. هذا على العموم، نحن نتحدث في البحر ولا نتحدث في البر. لذلك فالأمر هنا أن هناك أسلحة على العموم هي مناسبة، بمعنى أنها ليست باليستية بالضرورة، وأن هناك أكثر من صاروخ، ولأنها من الشحن الثقيل، هي أساسا من الشحن الثقيل، وبالتالي فإن أنا أمام تحدي أساسي للغاية. الزاوية الأولى في هذا التحدي أن السفينة أمريكية وتحمل العلم الأمريكي، ولأن العدوان أمريكي كان القصف مباشرة لأن السفينة أمريكية لا أقل ولا أكثر. إذن الأمر هنا للرد على ما كان في ضربات سابقة أمريكية بريطانية على منصات وصواريخ يمنية. المسألة الثانية أن أمر الشحن الخليجي باتجاه عدن وليس في حالة المرور، لأن المرور تم، الحديدة تم، لكن في نفس الآن حسب الأمريكي أن وضعية هذه السفينة في وصولها إلى خليج عدن لن تكون حالة إصابة، لأن لو كانت حالة الإصابة فهي مرت قريبا من الحديدة أو في مقابل الحديدة قبل أن تصل إلى عدن. إذن الأمر هنا كان دقيقا للغاية. وهنا يمكن الحديث عن تكتيك مناور أعطى إيحاء بأن القصف يتم دائما وفي أغلب الأحيان من منطقة في اتجاه غرب البحر الأحمر. اليوم نحن لدينا هذه المنطقة، هذه المرة الثانية التي يكون فيها القصف في خليج عدن، لكن كل هذا قد يمنحنا بعض الإشارات. أول إشارة أن الشحن العسكري الآن أصبح جزءا من القصف،
وبالتالي فإن الخسائر قد تكون مضاعفة لسبب بسيط، قد يحمل الشحن العسكري مثلا صواريخ، وفي هذه الحالة تكون مكتملة، وأي ضربة قد تؤدي إلى كارثة. إذن مسألة النقل الآن المار عبر البحر الأحمر سيكون من دون صواريخ يمكن أن تتفاعل مع حالة التبشير، يمكن قصف لسفن ولكن تحمل آليات ولكن لا تحمل صواريخ جاهزة. إذن هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن الشحن العسكري سيحول إلى اتجاه آخر من خارج السويس وإلى آخره، وهذا أمر ثاني. هذه السفينة للإشارة فقط، هناك زمن لا يعلم أحد كيف بالنسبة لدخولها إلى بورسعيد قبل دخولها إلى بورسعيد، لأن الآن آخر ما في الأقمار الصناعية الخروج من الجزيرة الخضراء، ومن الجزيرة الخضراء إلى بورسعيد، ومن بورسعيد هناك 24 ساعة قبل أن تدخل مباشرة في تعمية رادارية. إذا لدينا قبل الدخول إلى بورسعيد لدينا تقريبا حوالي 22 ساعة، ولدينا ما بعد بورسعيد الخروج من الأقمار الصناعية تم من الآن 5 أيام، خروجها من بورسعيد 6 أيام، معنى ذلك أن 24 ساعة لا أحد يعلم أين هي، أين كانت. إذا هناك محاولة لتضبيب صورة ما قبل 5 أيام بالنسبة لوصولها إلى بورسعيد. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن نقل السلاح الذي تم من روطة، من قاعدة روطة، من مخزن روطة وباتجاه إسرائيل، وهنا كانت المناورة عبر بورسعيد، وأيضا نقل جزء من السلاح إلى سيناء هذا أمر آخر لا نريد التطرق إليه، لكن المهم أن هناك نقل لسلاح من روطة، من قاعدة روطة، من مخزون استراتيجي لروطة، من المخزون الموجه نحو غرب المتوسط باتجاه شرق المتوسط باتجاه إسرائيل. وهذا يكشف أن إسرائيل الآن لها دعم أمريكي، رغم كل من يتحدث عن أن غرب خان يونس وإلى آخر، كل هذا للبروباغندا الإعلامية. وأما في واقع الأمر فإن هناك نقل لأسلحة من روتا، من القاعدة الأمريكية في روتا، من المخزون الموجه نحو الأطلسي، شمال الأطلسي، هنا ليس المقصود الحلف وإنما الشمال على أساس التموقع في إسبانيا، لأن إسبانيا عضو في النيتو وهناك قواعد أمريكية في هذا البلد، وهناك مخزون استراتيجي في هذا البلد، وخصوصا بالنسبة للبحرية، فالبحرية التي ضربت بعنف وبشكل خطير جدا في الأيام الثلاثة الأخيرة كانت بصواريخ جديدة منقولة أمريكيا من روتا، لهذا فهذه السفينة سفينة حملت سلاحا موجها إلى إسرائيل مع حوالي 30 ساعة من عملية النقل غير الواضحة، يعني المنطقة الملتبسة في النقل. ولذلك فالحوثي كان بدهاء إذ مرر بشكل كامل هذه السفينة، سفينة الشحن هذه الثقيلة، وبعد وصولها إلى المنطقة الأكثر أمانا تعامل معها بشكل دقيق وبشكل هائل، لأن الأمر لا يتعلق بصاروخ. وهذا في النقطة الثانية يضرب نظرية الصاروخ الواحد، الصاروخ الواحد أو الصاروخ الذئب المنفرد الذي حاول أن يعتمده الحوثي حسب نظرية الأمريكيين بعد حالات القصف، الآن يثبت اليمني مرة أخرى أنه يستطيع أن يقصف بالصواريخ المناسبة في المنطقة المناسبة وبصواريخ وليس بصاروخ. هنا سكوت الأمريكيين لسبب واحد،
لأن السفينة أولا تدخل في مهمة سرية، ثانيا لأنها لنقل السلاح، ثالثا لأنها تحمل العلم الأمريكي، وهذا ما يزيد الأمر سوءا، لأننا عندما نتحدث عن هذه السفينة مملوكة لأمريكا وتحمل علم مارشال، وهذه تحمل علم مالطا، سلاح أمريكي وعلم أمريكي وسفينة أمريكية وقصف يمني. هنا التحدي المباشر الذي ظهر وبشكل واضح جدا للكشف أن هذه الضربة ضربة مباشرة. هنا نطرح سؤالا، هو الأذكى؟ وهذا الذي تعامل معه اليمني، كان يراقب عن كثب أين هذه الشحنة الموجهة من عدن نحو السفن البريطانية والأمريكية كجزء من الدعم، لأن هناك صواريخ لا بد من نقلها إلى عدن ومن ثم تنقل مباشرة إلى المدمرات عبر عمليات دقيقة جدا لنقل هذه الصواريخ لنقل الذخيرة. هذه الذخيرة وبعد أن وصلت إلى حوالي 100 صاروخ إلى الآن، ولأن أغلب هذه المدمرات لا يتجاوز ما بين 47 و50، وأمام حوالي 30 و40 خصاص لإكمال الشحنة ولضبط التوازن المائي، فإن من الضروري أن يكون هناك شحن، وهذا الشحن تم، واليوم هناك ضرب لهذه السفينة من أجل منع الذخائر عن المدمرات وعن الأسطول الأمريكي الذي يعسكر الآن في البحر الأحمر. كل هذا قد يكشف لماذا كانت الضربة دقيقة جدا وفيها أكثر من رسالة، حاولنا إجمالها باختصار. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.